حجم صغر منه اخويا عماد المويان زعما ولا صغر منه صغر منه اخويا حنا تواكلا حنا الحليب حنا الحليب ما تسولش على شي حاجه صفا اللي شديتي بز قول لي ما كاينش فرق بيناتهم بزاف شفنا هذاك اللي هنا هو اللي هنا هذا كاين هذا هنايا هذا هو الحوال الكبار كاين هذا هذا وشنا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم اخوان، كما كتشوفوا حنا ضيعة شاكيف. السلام عليكم، كي داير اخ بخير؟ الله يحفظك. بالنسبة للضيعة فين جات؟ يعني عطينا النهد ديالها. الضيعة كتمشي في طريق سيدي مسعود، طريق سيدي مسعود حدا الرونفوا ديال التقاطع ديال دومارس وسيدي مسعود. حنا كنجيو حدا واحد 20 متر. وبالنسبة للنمرة نخليوها في الفيديو. اه اللهم يسر. شنو كنت؟ احنا مع الاخ عماد. ديال الصغيور. بالنسبة للمويه الصغيره هذا 5800 درهم. 5800 سنان الحليب. هذا سنان الحليب ديال كلهم تقريبا سنان الحليب. كاين شي ثلاثه اللي هنا يعني كاين ثلاثه اللي هنا يعني هنا راه كلشي سنان الحليب. بالنسبه لهذا هذا غير شحال؟ هذا راه غير كانوا جابوه مع الغنم. هذا ديال الحوليات ماشي هذا الفحل. هذا ديال الفحل. هذا بالنسبه للكسيبه هذا ولد وين عليه ياك؟ واش هو هذا اللي هز راسه؟ تبارك الله كما كتشوفوا لحواليك. شد لنا شي حاجه اخويا عماد باش تشوفوا. هيا مرحبا. نبداو بالكبار وندوزو للمويان والصغار. كاين هذا هنايا. هذا تا هو الحوال الكبار ياك. كاين هذا هذا وسنا الحليب. هذا سنا الحليب تبارك الله. سنا الحليب. سنا الحليب. بالنسبة لهذا عماد الثمن؟ هذا كنقولوا فيه 6200. 6200 ماشي. كاين هذا هو تا هو هنا. زين. هذا تا هو سنا الحليب ياك. بالنسبة لهنايا أغلى واحد تقريبا شحال يكون؟ أغلى واحد دير 6500. 6500 يعني ما كبرش بزاف من هذا. كبر منه شوية. هذا اللي هنايا عماد الثمن؟ هذا 5200. 5200 الله. باقي شي واحد كبير هنا. يعني الثمنه منين كتبدا تشري كتراوح؟ يعني قليل الصغير فيهم ماشي بالصغير. كندويو في السراده. في السراده ياك؟ في السراده. كاين 5000. 5000 وكاين شي حاجه اقل من 5000 راه مخلطه هنايا بحال هذاك اللي هاز راسو. 3300 3500 يعني كتبدا دوك السراده ماشي حمره الراس. السراده راه مخشيين معاهم تما. تندوزو لهم اخويا عماد نكملو في هادو اللي هنايا. شوفوا شدنا كبار ودوزنا المويان وندوزو للصغار. كاين هذا هنا تا هو هادو اغلبيتهم يمكن هنا سنا الحليب ياك. هذا سنا قول لي بالنسبة لهذا الشاهد. اللهم بارك. كاين هذاك اللهم بارك. هذا هو اللي قلت لك 6500. هذا كيبقى 6500 هو الكبير فيهم. هذا هو اكبر واحد هنا. الكبير هذا سنا الحليب ولا اثنين؟ اثنين سنا الحليب. هرس سنا يلاه هرس. هذا قلنا هو اكبر واحد هنا. هذا صغر منه اخويا عماد. المويان زعما ولا صغر منه؟ صغر منه اخويا. كاين شويه المفاهمه ما تقاد عماد ياك؟ دابا الثمن هذا اللي سمعتي قادين وخيتي تكادي دلك. كاين هادو هنايا. بالنسبه لهادو هنا ب 5000. هادو 5000. 5000 هادو يمكن تما سنا الحليب ياك. سنا الحليب. هادو تما سنا. يعني كنترفقوا حتى حنا شويه. كيقول لك الفضل كاين في المسرح.
ما كنلاحظوا الغنم كلها صحيحه ياك يا خويا. انت دخلت وش لقيتي حتى الريحه؟ انا الريحه ملي كتدخل البلاصه وما كتشمش كتعرف حتى العلف اللي هو حولي ملي كيكون قبيحه كيكون مليح صحيح يعني كيكون صحيح ماشي شوف هذا الثمن هذا 6400 تقريبا شحال يكون فيه من كيلو ما تقريبا وزن تبارك الله هز رب الله وراحك هي ما كنديروش الكيلو هل ما كي قلت لك معاين يعني معاين بالنسبه للصغار الصغار في السراده بحال هذا باش السردي ولا بحال هذا هما هادو هادو نيش هذا ها هادوك هما اللي داروا من اللي هادوك هما اللي وريتو هذا شاله شاله هذيك كل شيء كل شيء هذا هو اسمح لينا هذاك اللي من لهيه 1200 يعني الثمن مرفق شويه بالنسبه للثمن ارخص واحد في السوق هنا شحال تقريبا كيجي الثمن قلت لك 3100 3100 صغير فيهم 3100 حتى 6500 درهم 6500 بالنسبه لهذا الشيء هذا الله يحفظك هذا اللي من هنايا هذا كنيش مشى تشارج مرة هذا مشى للشمس هو اللي في الشمس هذا هذا خويا عماد هذا 3700 درهم راني راه هاز تقريبا هذا العام في الحوليت يعني حسب العلف كي كتعرف العلف طلع شويه واحد الزياده ديال 200 حتى 300 درهم اللي زايده في الحوليت بالنسبه للغنم الغليظه الغليظه هي اللي مزيده شويه رقيقه راه زايده شويه هادو بالنسبه للمرقد ديالهم منين هادو ولاد فارس ولاد فارس بالنسبه للمرقد 3100 شحال 5000 و 6500 ايوا هذا احوال تبارك الله راه صحه جيده ندوزو شويه هنا ندوزو لديك البرقيه هذا حمره الراس هذا خويا عماد شحال الثمن ديالو حاجه قبل ما نشوف الثمن شوف الزيت اللهم بارك مليح وهاز وازن هذا اللي بقى العام الجاري ديال كيما داك الاول اللي شفناه هذا 3500 3500 فوت وكيهز الحمل الصوفه واش الضيعه هذه كتكون على طول العام ولا كتش ولا كتكون في وقيت العيد هكا يعني قربة العيد بواحد الشهر هكا يعني كيكون يعني في المرقد ديالهم فين كيبقاو فهمتي كيبقاو السيد تبارك الله هو اللي سهران معاهم وديما معاهم صافي كتقرب العيد راه كتجي يعني ملي كيقرب العيد كنحاول يبقى هنا ماشي مشكل حتى كيبقى كاين واحد المكازا اخرى كنحاولوا ندوروا عليها صافي السيري وداكشي ديالو صافي كيبقى حتى النهار اللي غيبغي يجي صافي كيجي كيكبير واللي بعيد راه كنصيفطوا ليه ما كاينش مشكل كتشان مع في طونسبور صافي بالنسبة راه هذا هو اكبر هذا مبيوع ياك مبيوع هذا هو اللي شديتي في الاول 6500 اللهم بارك اللهم يسر المولى يا رب 6500 ندوزو ل حمرة الراس حمرة الراس بدا بهذاك بعد اللي حدا السرادة سلت دخلت من هذاك سلت تبارك الله حتى الريحة ما كتشمش ديال هذاك الشيء اللي بغيت نقول لك باش كتعرف العلف يعني كتدخل وسط من الغنم وما كتشمش شي ريحة اللي بالنسبة لهذا عينة شحال الثمن؟ هو هذا اللي هناك حمرة الراس راه. انت ما كيكون وازن ياك خويا نضال. 3500
هادو تما فيهم سنان تنين و تنين هادا تنين هادا لي هاسي تقريبا هادا هنا تنين هادا 4000 و لي جيتي الكيلو راه يزيد كثر هادا راه كيكون وازن انا وازن هادا اللي هنا هادا كبر منه هادا كبر منه هادا سنان الحليب تبارك الله سنان الحليب تبارك الله هذا شحال كيبقى هذا؟ العيب ما تسولش على شي حاجة الصفا بالنسبة لهذا الثمن؟ هذا 4300 4300 4300 ما فاهمش بهذاك اللي شديتيه بزاف قول لي ما كاينش شي فرق بيناتهم بزاف شفنا هذاك اللي هنا هو هذا هذاك اللي هاك هذا شنو كل ما كيبغي يصوب هذا سنان الحليب تاعو قوهم هذا بالنسبة لهذا الثمن 4300 هذا عنب هذا خويا 4000 هذا بالنسبه لهذا الثمن ديالو هو 4000 الثمن اللي اسمه دابا الاخوه كيما تقاد شويه ماشي مشكل كاين شي حاجه ضروري شوف المقاس اللي جاي من طرفكم هذا ضروري خصو تاو من طرفكم بالنسبه لهذا عنب مرحبا هذا بحال وهذا ها الله 4000 درهم 4000 درهم هذا تاو عنده العشاق ديالو البرديه ها كيجيو عنده كليان سبيسيال السلام السلام نشوفوا شي حاجه المويان فيهم عنب بالنسبه للمويان الصغار ديالهم هذا قد هذا اللي وريتك اللي كان سالت هو هذاك المويان ديالو هذا بالنسبه لهذا هذا يكون كنوع قلع يكون كنوع حسنا كنت طلعتنا يا يلا طلعتنا هذا شحال شحال الثمن ديالو هذا؟ هذا 3700 بالنسبة للصغار الصغار منا اش كيبداو؟ الصغار كي قلت لك 3100 3100 صغير بالنسبة لهذا والكبير 4000 أكبر واحد قلنا 4000 و 4200 درهم اللي شفنا الأول ولا هذوك المويان بان تقريبا تقادوا وحده فيهم تقادوا وحده تقريبا هادو المرقد شنو من المرقد هذا؟ هادو وجدية هادي هادي وجدة وجدة هادوك اللي وجعوا ديال التعمى ديالو وجعوا ديال الوجع ديال بحال هذا لا هادوك الدراب بوحدهم لا اسلتوا لينا هادو كينقصوا من سميتو تخلص هادوك معزولين بدا فيهم البيع دابا ولا قول لهم باقا شويه فاش بالنسبه للبيع هنا يا لا راه بعدين الناس بعدين تقريبا النص ديال هذا الشيء ماشي قول لي دابا نديو نديو كنمشي للمكازن هذا بنت بعد كدار المكازن هي ما كتحلاش هنا مع هذا
بس اللي بغى يشري في بالي عاوتاني ما كيبقاش ولا دم ديو ولا عينو مع شي حاجه ما مديوها. وبالنسبه هنا حتى هما من سنه الحليب شلت نياك ما فيهش شي حليب نوريك غير هذاك اللي قلت لك مع الغنم غير جايبينو غير نرجعو هذاك لا في هذا حمرة تاع الراس كان سنه الحليب وتنا ما شاء الله مشوارك الله النمرة واخا ها هو الاخ قول لهم النمرة النمرة خوش 06 8 01 49 49. بالنسبة نعاودو نذكرو المشاهدين بالبلاصة فين موقع قلت لكم الرومبو دو مارس شارع ديال دو مارس كازا بلونكا تطلع معاه سباطال معاه شارع الرومبو ديال التقاطع ديال سيدي مسعود طريق سيدي مسعود صافي 20 متر على اليسر ديالك اه هنا في كلمه ضياع الله يحفظك الله ميسر الله يحفظك ميسر لما كنرجع فضل هذا هو اللي راه سيراك اسمح لينا يعني راه ضروري الفضل يرجع اللي كيسهر وكيقابل يعني هو اللي كذا المؤتمر قال لي باش يوصلوا لنا هاد الخير تبارك الله تبارك الله الله يحفظك الله يحفظك تبارك الله يكون الله ميسر الله ميسر والله يسخر